بيك بالعراق، العراق العظيم. هذا عندك شناشيل بغدادية وجهة البيوت اللي مطلع على نهر دجلة. هذه ملوية سامرة من العصر العباسي إلى الآن، كانت تستعمل مئذنة. العملات العراقية القديمة والعملات العراقية الجديدة، كل 1250 تساوي دولار واحد. ريال 1250 دينار يساوي ريال واحد. ريال واحد. دولار واحد. أي وكل 1000 دينار تسوي 3 ريالات. الدلة البغدادية أصل الدلة العربية قبل الدلة السعودية وقبل الدلة السورية. العراق كانت مملكة مر عليها 3 ملوك بعد الدولة العثمانية، ملك فيصل الأول وملك غازي والملك فيصل الثاني. بعدين مر عليها 6 رؤساء، كلها فترة انقلابات، من انقلاب إلى انقلاب إلى انقلاب. بعد ما انقلب محمد نجيب الربيعي صارت جمهورية إلى صدام حسين. بعد ما مات صدام حسين صار نظام برلماني. نصب رئيس الجمهورية منصب تشريفي، الحاكم الحقيقي هو رئيس الوزراء حيدر العبادي. هذا الباب يجسد لك الأبواب العراقية القديمة، والدلة البغدادية وآلة موسيقية هي الربابة. عدد سكان العراق 37 مليون نسمة، نسبة المسلمين 95%. اي مسلمين، اي مسلمين وخلاص. اي مسلمين. اي هذه صورة العاصمة بغداد. اي وهاي نصب الشهيد في بغداد. اي وهذه نصب قائد الثقافة في بغداد، وهاي ساعة بغداد، وهذا برج صدام. هاي قلعة اربيل شمال العراق، وهذا منتجع جبل كورك في اربيل، منطقة سياحية. اربيل ما شاء الله مدينة سياحية. اي مدينة سياحية. هاي جزيرة بغداد السياحية في بغداد، وهذه سد الموصل بالموصل، وهذا سد الفرات، وهذا نهر دجلة والشامية ديوانية نهر الفرات. بعض المنتوجات العراقية في هذه الورد الجوري العراقي، عطر. هذا ورد جوري عراقي، اي شغل العراق. هذا ورد فل عراقي. عطور يعني في شيء مشهور العراق في يعني غير العطور؟ في شيء مشهور في يعني كل صنف مشهور العراق بشيء، مثل في الاكلات الدورمه والمسقوف والكبه. تمام. والحلويات التمر، موضوع التمر. التمر سنة 1980 كان تقريبا 30 مليون نخلة بالعراق. هذا اللي نحن نعرفه. اي العراق كان مشهور بالتمر والنفط. والنفط وال شرفتنا، واهلا وسهلا بك بالعراق العظيم، حياكم الله اجمعين.